الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فدغان واكي أفراد كصاب سنة مجالس رحمانية في آيات قرآنية مرك كوبات رال هذا وصير دهي عفوا توقع دور درنية حسين أنا صوت دهي وبيسيد دهي ما قان وحين تصدح العلي وحين ودن بي آيات دي سورة التوبة آيات السدوني كوبات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أيضا سمرك وحين أقول لمنا بين مانت إن شاء الله تعالى قبا قبينينا لبا آيات ذو سورة آل عمران يا آيات سورة أنعامة يين آيات كحو جنينا مسائل كقطع اللقان مركز وحين كتلنا منا إن شاء الله تعالى انت أنا مرك أقود بين لما يسترك أصل كمالك دويد أين سوبرارو جني أصل مهم وها فرديضا مسائلك وذاتك أما أنك محاضرك وشيدينيو وقت دير باقو بحيا وقت دير باقو بحا وحيا بضان مختصراتك عن لغوسي حمبو اسكودة يا وذاتك ونفرد كصحو مسائل لفوضي استمرك معها مسائل ما دام أي مركة أسماع ديني لغيهن كعس بيت إنا ديب أغن نغضا وحيار بان اسكودة يا أون أن اسلفها أنك أفصم علي أهان عربي وحبلاً بلغة فهم الآية ما لدويد وحين صوب من ري أصول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأنا أصل كل آدمي فطرة وأيتها صحيحة عقلي وسنه السليم يعني. شيء قد أكتهي وقال كذا وحك الدوان ما أمني كرتب قالوا دوين أكسو هذا لو شاية ذا ويدكوع العليي ميس كان إذين قراعي وإذين هنشبي حانو قد شيء ذي مسألة يان هي يان لفوضي سنة لفتركين وحلقة يبانت باريتان دب أقول الله باتين وصوفي رسين مسألة ذا قضية دا مركة وقضية أساسية عقلي أهان يفطر أهان إيه شرعي أهان شيء قد أكتهي وقال كذا وحك الدوان أما كسهر شيء ذا أما نقيدك أما ذيتك ما آمني كرتيد وأني مثالي وحان كورهداد أكتها إنان أو حسان أهي ما آمني كرتيد إنان أهي أو عبد الله داد أكتها الشيء إنه الوحي يعني ميس الوح لقى السمي ميس الوح لقى السمي ويها ما آمني كرتيد إنه رقحي هاي أما رقح لقى السمي مسجد بلال إنا ضحفة داد أكتها ما آمني كرتيد إنا ضحفة داد بيت الله الحرام صح ما لا يمكن أن يعتقد المرء خلاف ما يعلمه من أسلفه أنه شايدا ما دعي كرته وحاد أكتهي وحكبت إن آمنته لا يمكن أن يعتقد المرء خلاف ما يعلمه بعد العصر مالين جمعاء بشر رمضان لباتني سديد آية تهيبت أكتهي ما أمني كرته إن شعبان لباتني سديد تهيبت فانسية وحن قال لورد من اسفان شيء قلبك هذا قد بين الأكتي إنه سدايا معرفة تامة الأكتي وحن سدايا هاي وحاس وحكب الدلن ما آمني كرتيد وهذا مير قبطه هذا ضبا أنت إن مدار الوجيه ومسألة كله أو داويين لغو قرار دخاتير تلوغ يددك والوال لغو قينا ومسألة كالي لكن مركات في يهودا هاي وحاد أكتهاي وحكا سهر جدا ما آميني كرتي أدو تاغن ما آميني كرتي إناد فرده أدو فرده ما آميني كرتي إناد تاغن تهاي أدو الصعودة ما آميني كرتي إناد تاغن تهاي قضية دو قضية أساسية قضية أساسية ويؤم مبدأ دينة دو علوس باكو حران عقلها كو حران وحياب بضان باكو حران الجمع بين النقيضين استحالة الجمع بين النقيضين وارتفاعهما إنه شيء ممتنعها أو مستحيلة أو سرجلين ومسألة فطرية المها يركي حالة ده شيء بأك سكدة وضيق ونوايلك الما يرى ضائما ولا بشير صدح جرها دو كرسي وكفر ديات ككفر ديسته وصور ده يا كعب وكلية هدا دي دمحو صمينية أما وكلات ده قال لهم وقوية حو أمسية حو أمسية محل واحدة مقضى لبروح
وعقيدة فدرية قطبا فطروي بوسكم حولي وحوق هذا اللبو أما أنا جينكا أما أذيكا لكن أنا هو ضفري سنة صورة قلما عدن صومالي مقر سكارو ها يك عموين يقص كمل هاي ده وين ياي يقص كذا أنا كلا فريستي يقدر كملها لكن أنا ضوك عضو يروك هاك عوي بركة المهم يقضوا بنتهاي أسود دلنا دلها يدو درب ما حكوله في توكل حنيا ما يخلوه هذا ليه وحام زين هاي مانع وهي ماشان واحد تاجن لهم مري كري حقه وفطر إلهي وآدمها قضوا بوي مرعي كرت مرك الشيء قد أكتاي شيء كبدلا إن آمنته دور نقله قصة أبسن هذا الكاس أما أصل كا قصة أبسن والشغل الإسلامي متمي أوليه بان إن قضوا الآخرين يا وأنا كتجيا بريبان مرك إسكودا هذا الشيخ أوليه هاي أو كوي مت كتاب الإيمان الكبير أو مشكل جدا وقاعدا كورمانية إي هذا الأولي هي أصارم المسلوك قرون أذي هذا القيام بدن وقاعدا وافق سن تفاصيل لا يكجرته إي هذا الصدح هذا كجر الرد على الأخناء إخناء المالكي وأصغون قاعدا وافق سن صدح هذا هذا الشيخ أولي أن بريد ربا إن شاء الله تعالى إن خلاصة فانسية كدبنا دردارا يرون إن بدن كتامة هي أين له لكن هذا الدعاء لا يدعاه هذا لكن هذا الكشخص نعم تيمي أن وحكا أخريه هذا كان سوق قرني كل يوم كتاب التسعيني في الرد على الأشعرية أخرية كتاب قاس أما أسوق مطبوع وحكود حتى الفتاوى الكبرى وجزء كم ذا لبضوات كيل كرتا مركو كسو هلا يا شيخ إن أيسن وفسر آياته فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يوجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا وأشعر بابين يوحي لأشعر وحكود عين ما هو مخالف للعقل والفطرة والشرع وتعريف كود إيمان كأي كفر وحكيم الجمع بين النقيضين وارتفاعهما وحكيم إن خبر كالنفساني جاء يعني وتصديق القلب وكور إيمان كرأ التكذيب التكذيب القلب تصديق قلبي هي تكذيب قلبي أسكور إيمان يوم عارض إني جري كرا هذا كور بعد ينشر الشيء واحد آمن سنتهاي أو رب آمن سنتهاي أفكا بارك سوى تكبيني كرتا سبين الزمري هذو آمن سنتهاي أو حسان هاي بعد ياد أفكا شيء كرتا إنا هاي قيد يا جامع يا علي وحد نقطة إنا تبين شيء بيس وحد نقطة هاي لكن نيدي يا قلبي جمادا كبين الشيء وحد كبين شيء كتا أفكا تكذيب كاللساني قام مركا بينتا أفكا لغا الشيء أوركو إنو سنجرين با لغا يابا واتي رب سبحانه وتعالى وكيدي قال دي وجحدوا بها أي وجحدوا بها حق عربك لسانك أفكوي واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا حق أورك قلبك ويكروا ميين فإنهم لا يكذبونك في القلب قلبك كامب بين هيا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون من حيث اللسان سمين سمري إن الإسفان إلى تاي محاول حي كفر التكذيب كفر الجحود رجيني صواخ استمع حيث عقد عن رباش إن سؤال شاك جوابان إيش هذا؟ كفر التكذيب يكفر الجحود محاور دحية وحاور دحية كفر التكذيب يكفر الجحود كفر الجحود هو حاوي شيء أد قلبي كأم من سنتها هنا أفكا كبينيس محايس خلافه يا أوركي يا أفكي نبي محمد هو صاحر وابينا له وكاذب الأفكا كاليد هاي سيد مشركي العرب أي سمين جرين بطنو كمدا أوركنا محكا أم من سنتين إنه حق يا صادق يا أمين يعني. كفر الجحود بالله إلى هذا أما كفر التكذيب وامحي وإن أفي أوربا أتكأمنته هم أفي أوربا وإن أتكأمنته شيء إنه باطل يعني. مثلا إنه النبي حق هين بدأ من سنتهاي وأنك هذا قيسا دينة الإسلام كإنه يسن حق هين بدأ من سنتهاي وأنك هذا قيسا وأفكار يكسو بحيسا مركي أفكار يؤور كاذو الله بضو بينين أي قشو يحق إن لبيني الله الضفر أي قشو أي الله إذا هذا كفر التكذيب وذا دوم ينسفهن هدي لكن أور كاذو وانا كتير يحق أمنتو يحقيق ربا أمن ستا أفكار أدبين كشي قيسو محل إذا هذا كفر الجحود تاوين نسفهن إلا تاي إذن مدعي كرتاوي هذا مرك إن يكوك المان قلبك هذا لبشي أكل الدون وآه
qalbigaada ma ku kulmi karaan? Qalbigaada ma ku kulmi karaan xaqood aaminto iyo asiga ood beeniso? Miyaynu wada soconaa? Xaqii ood beeniso qalbiga way hadda, xaggana aad aaminto ma kulmi karaan? Ma kulmi karaan. Waxa kulmi kara waa inaad xaqa afkana ka rumayso, qalbigana ka rumayso. Waxaa kaloo kulmi kara laba beenin inay israacaan oo ah afkood ka beeniso iyo uurkood ka beeniso, afkood ka aaminto iyo uurkood ka aaminto, labadaa waad garateen. Waxaa kaloo dhici kara inaad xaqa qalbiga ka aaminto, afka baarkiisana aad ka dafirto. Waxa u taqaanaan kufrul juxuud. Kii israaco wal beenin kor iyo hoos ana waxaa tiraa waa kufru takdiib. Ma dhici kartaa marka inaad xaqi qalbigana ka aaminto kana beeniso? Taa ma dhici kartaa? Ma dhici karto. Waa asalka hadda idiin sheegay. Muxuu ahaa? Waxaad og tahay qalbiga kama beenin kartid laakiin afkaad ka beenin kartaa. Ma taa misoma? Waxaad og tahay qalbiga kama beenin kartid laakiin afka baarkiisaad ka beensheegi kartaa. Islaanta adoon jeclayn baad dhihi kartaa wallahi inaan ku jeclahay. Ma taamisa ma? Maxaad ka been sheegtay? Afkaad ka been sheegtay laakiin uurkaadu waa khilaafsan yahay. Adoo ruuxan neceb iyo waxaad dhihi kartaa waan ku jeclahay, adoo jecelle waxaad dhihi kartaa waa ku necbahay. Labadu waa iskhilaafi karaan, oo daahir iyo baatin waa iskhilaafi karaan. لكن باطنك قده إن تصديق إيه تكذيب وضقلان في آن واحد لا يمكن ومستحيل ومستحيل لأنه وجمع بين النقيضين لبئس ديديسة هائيا مايا أورك هذا موذا قيلي كرا موذا قيلي كرا قبو إيه كوليل اسكم ميلما فريسان كرا هو شاس مركو مهم جدا إلا آمنه ودعوكاتان شيخ مركو قليها بابنا وحوجد وهذا أمر يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة أن ما علمه لا يمكن أن يقوم بنفسه خبر ينافي ذلك بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف ما يعلمه ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب ذلك من الإنسان فإنه يمكن أن يطلب منه كل ما يقدر عليه سواء قيل إن ذلك جائز في الشريعة أو لم يمكن كما أن طلب الكذب ممكن والتكليف به ممكن وحكم هذا الذي سوشه كجاه لا يمتنع ثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم وفرصد هذا معقول يمتنع وحان صورة قال هي وممنوعة ثبوت الحكم الذهني حكم قلبي قائن وصقناضه على خلاف العلم وحد وقد وحكا بدلا وحاكم هذا ليس لا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة وحاكم إذا كان الأمر كذلك كيف يتصور اجتماع العلم والكذب النفساني انت ميات فانتين اجتماع العلم أي الاعتقاد والكذب النفساني أي التكذيب العلم والاعتقاد المخالف لهم كل مكرام بالشيخ كويري وحكم مركة إليه وذلك يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به لا يكذب به الشيخ حجة ما يفسر كرتان هذا ما دام أنا بنصور الواقع هذا إيش شكتين هذه فهنتين وركي أيه وحور الشيخ وذلك يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به قال بقول أنا العالم بشيء روح شيء كما بينين كرو قال بقى مركز الحقود ولا يخبر في نفسه في نفسه بكو قيد صدفانته بخلاف علمه ما دعي كرت إن واحد أقيد وح كبدنا هذا آمنته إذن نصوص تاسو دنبو حكو عدين يا الشيخ أصوشي ستاسا كمده هذا أرقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أو كله استحلالك
واعتقاد هذا اعتقاد شيء إلهي حرمي إنه حلال ياي محاد كلي دين مركا يدا هل كشغو حكر وممتنع ما دعي كرتو إلا تضبرنا قليبا نقول لك غريانو ممسلح كل انت قادان خانات البحث شامل قلي ننقي نان كتاب كيسنين ويدن سبودية ريضا أنا غريانا قلي وهذا لسان بحث دير بات كيليسان إذن سلفك استحلال مركي تعرفين ايه وحقي حدو يكتغين مجران لأن استحلالكم مفهوم أكتوضة كعض وغير ملتبس أها لكن متأخرين ما دام فرق بدل لا درسي وجهمية لا درسي وعشائر لا درسي وما تريد لا درسي يا خوارجي معزلة وعيدية رواسف فرب بدل باجرت عالم واحد ذلك يساسوه موضوع مر موضوع مرنا تحريرنا موضوع على قاله تحريرنا مرنا سي إطلاق وهاللية مطلقا لا ما قاطع علماء مذاهب تدو وين أصول شذي قواعد القو قيده هذا كان شخص لا يمتمد يسوع قرو هذا المحكم يرد إليه ها كل كلام له مشتبه هذا العضو برنامج يا لوي طائفه كل رديدة يا إن خلافين شيء مقرر في فطر الناس وعقولهم كتابك القرآن كأيدي سيبو سودري شدو وكبا بإيه آيات أنعامي آيات دي سورة ما يهيد سورة النمل سمي قصص بي آيات سورة النمل إذن قاعدة أشيخ لغا يمدعي كرتا أصل كاقود فطرغا إنو شيخ خلافه ويدعي كرتا لكن خطأ شيخ إنو شيخي ملكو الشافعي ردري في كتاب كيس أرد على الشادلي وحولي والرجل قد يخالف أصوله إما لخطأ أو لتأويل شافع بقاعدة أسولي وأسوه كهلي وأمكو كشرحي والرسالة وكفها فهي في فرع فقهي تطبيق يد خلافي وخلطمي شيخ أمرك النقدي وحيري شافع هوش أساقا كبرا لكن والرجل قد يخالف أصوله إما لخطأ أو لتأويل لكن إن عالم ومقص دي أصل أكتسا مقرر كا إنو الدمية قرم مرو هذا مركز صد حضوله شور الإسلام من تيمية أنا هلا والله بنا أي قاعدة وافق سنتاي منا خلاف سنية كان قاضينا لماذا ابن الوزير اليماني زيد المعتزلي المعتدل ما سني كوي الله وطن أصول السلف خلافات قرية دين شيء ومعتزلي زيد معتدل وليس سنيا أشعر هذا كخير في بعض المسائل نك أسقى وحول وقواعد العلماء وقواعد العلماء وأصولهم وحول تخصص عموم كلامهم وإطلاقهم وكوها بسنة مدى ورنتي تأيضا وأن فنك كفي عن أولها يدك أصولك كفي عيا حول علماء أصول شيء إليه هنا قواعد ذو وحي خصيصتا يفسرتا هذا يقول هذا الكود عام كي خصيصتا هذا الكي سيد دايين يسان دبرين بي الدبرتا قضب كحدا إذا وحان لنا قاعدة الشيخ أصل كي أودة شيء وحي فسريسا أما قيديس هذا الكستاء أو خلاف سن أو تصي إن يكون مكران اعتقادي علم إسكسور كذا شعور لا يمكن أن يعتقد المرء خلاف ما يعلمه ما يعلمه عفوا هذان أرقنا هذا الشخص من تيمية أو تكفه ميس أما فقعت إن يدعكر تآذمه إنه قلبك كآمنه وحوك وحن كاهي علينا يواه هذا الكسوب بحي الخطأ أو لتوهم أما مثل هذا الشيخ مركا وصل كفير سنة مثل هذا آد وين لو برارو لابد آيات مركا أن ربيرا راعيو آيات هوري سورة آل عمران آيات دبقلات وحاكو يمد يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلا يحوري كوا علي رسول برميو هداد كوح أهل كتاب الراعداء وضع الضيعدان وضوه قان سنتان وحيدين علينا يان قال لي ما يدنكو علا يان انت المؤمنين نقطين باد قالوا بيسان وحادكو قالوا بيسان الضيعدة على الضيعدان ايقا دوه قان ستي آيات بقول أفرتني يا سقالات وصل صورة دا إلهي حكوي لي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بين الله مولاكم وخير الناصرين إذن مر يهود بالله سوشيك مرنا قالوا رم بالله سكو قبتي وحالي هذا ضد عدان أهو قان سنتان وحيدين عني عربتي ندن بمركزة خسارة يسان
خسران قرآن إطلاقاً وكفر بنوضع عندها للعلم آيات هرانا سوعة ديزيو يردوكم بعد إيمانكم كافرين بيسوتري لبدا آيات وحا لمدو آيات الطوبة لحكم أما لمعنا آيات سورة الأنعام بقول لباتني كو مركي إلهي ذبائح ذوكها الله طريقة دي قال ذوكسها الله يا ربي وحوري سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون آيات هراء العمران رئيس وقبت إن تطيعوا الذين إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فتنقلبوا خاسرين آيات هراء سورة التوبة هذه اتخذوا أحبارهم وربهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هنا أنا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون آل عمران يردوكم بعد إيمانكم كافرين إن تطيعوا اتخذوا إن تطيعوا قرآنكم أطعتموهم ومسألك بحسن اعتقاد مثلا اعتقاد شغل كلها ومثلا الانقياد الاستسلام المتابعه الموافقه اذا هو قرانك صدوح عبرها يا ام عضين ايوه وين انها كلا قاده مركه طاعه الله شيغو اتخاذ الله شيغو اي متابعه الله شيغو اعتقاد اي هي دين ادو اشعري اسكا دغايا اما اوش ان كون مقنن اما ان اوين مشى تاغنت الله كو ان فان سري هكو أفو من تفاسير تجهمية دو أيليين أما فروع دو أيليين سيدا ما تريدية دي أشاعر هذا وإن هذا أقول القرآن كقابك أكل الدوية لأن مركز مريس حتى باب العقائد باب الأصول باب الفقيات طاعة هي اعتقادك أكل الدوية مفهوم طاعة وين أكل دونا إذا آيالها أفرتا وهي آيالها إلهي سبحانه وتعالى وكاها الله شرك الطاعة أفرايد آية التوبة آية آل عمران آية دي سورة أنعام آية لها وآية لها وعظ في كتاب الله إكاه لشرك الطاعة مرة إلهي كفر وكل شيء مرة وحكا دقي شرك لأن محاي إلي كل شرك وكفر وليس كل كفر شركا إنك السوداء قاركو إلي وبأسكمت لكن من حيث المفهوم اللغوي كالدوين من حيث الحكم الشرعي بيسكمده مفهوم اللغوي قاوي كالدوين لكن حق حكم كشرعي قاوي كفري كافر لمريو أيا مشرك لمرين آخر إذن حكم كشرعي قاوي كسميين لكن حق مفهوم اللغوي كالتقيا لبدا آيات سورة آل عمران بحث دير كما تشروا وإسكا عجين بنا كإسكا يالا آيات دان مركز سورة أنعام إي سلف كو آد أغاها اللين علمات هنا أي آد أغاها اللين آيات دان مركز دور نقلي سلف كو حي إدي سوكورن نيا آيات دان سبب نزول كيدو وإسكا عجين سورن كو كيمي حديك من عباس أيا أصل واه إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تمركو كحر من ميتد إيا بختك أين عنان أيا مشركين تعربيد إنك استوى رواية قارك تلماما ينسؤاش يهود بسود يبتي وأنا مشكلة يهود وحي آمن سنت إلى يومنا هذا بختكم وحرايا ميتدنا ما إسم بني سنشرين لكن كحمين أي الرسول كحمين أي مسلمين تنوي سود يبان وادعي كرتا المهم مجوس أي مشركي العرب أي سؤال كيني وحيدا هذين مسلمين أي يدعبوا ديسن الله الله العابد يسان وحو الدلو إذنك أيضا قورعين كورما وحرام بمسلمين تجد هذه وحي إذنك آد قورع ذانا كورما وحلال بيده هذا هو وحيد أن ربي وحو أسوق الدلو أيضا عنين كي إذنك آد ديشان هذا عنيسان سبب العابد يسان وسؤال مشكلة رواية وحي تلمام يسان سؤال مسلمين باب اللوسو ديبي ولي المشركين يا مجوس يهود باس الصحابه كل الدوده صحابه اشكال با قال قلوب يجري نبي كل سعاد نبي ويدين نبي الله الله وين وحو غورعو
ee asagu uu dilo ka waran ee innagu aanan bir aanan bismillaahi wallahu akbar aanan dhinoon qaraf aanan ka siinin nabigu waa bakhti buu innagu kaan aca ka siinna waa xalaal cusmadu xukunku kuwa qaateen shubhadaasay aayaddu ka jawaabaysaa ilaahay wuxuu yidhi wixii aan bisimka loo qabanin ilaahay aan lagu xusin ha cunina wainnahu shayu qudhigiisi madbuuxi ama dabiixadi ama cunitaanki meesha lagu sheegay oo akliga ah wainnahu akligi ama dabiixada qudhigeeda la fisqun waa xadgudub waa diinka bax fisqi waa masdar marka waxaa odhanaysaa waa masdar uriida bihi almafcuul qul wuxuu dhahay maya waa masdar uriida bihi alfaacilo ninka cune aakilka loo wadaayo wainnahu la faasiqun way macnuh masdarkan haddii la idlaaqo waxaa laga wadaa mafcuulka oo dabiixada qudhigeeda iyo manxuurka iyo shayga la ugaadhsaday ah maya waxaa weeye cunitaanka oo falki ah daahirka aayadda ku soco waxaad tidhahdaa waa shayga bismilah aan loo qaban qudhigiisi wey asagaa fisqi ah maxaa yeelay shareecadu waxay taqaanaa shayga qudhigiisaba inay xukunto khamrada ilaahay muxuu ka yidhi rijsun min camali shay ayadaa rijsi ah shayga aan birsolka ahayn ee bakhtiye bismkile aan ku dhimanina asaguna waa fisqi waa rijsi bay la mid tahay waina shayaatiina shayaadiintii jinka iyo shayaadiintii insigiba layuuxuuna waxay beenbeen iyo barabaando u sheegaan iyo waswaas shubaad u soo dhiibaan ilaa awliyaahim gacalkooda mushrikiinta carbeed ah maxay ugu soo dhiibeen liyujaadilukum inay diinta shubaad idinkaga furaan idan la doodaan muran weeye dad mugtadi lagu yidhaahdo war adigii eebbe kee qiimo badan allah baa iga qiimo badan addoonkiisabaan ahay maxaad sheegaysaa haye ilaahay wuxuu dilo ee saakaasoo xerada dhex yaala la arko ubanka qiimaha badnaa ka war waa bakhti baa dhihi lama taaban karo adigan sakaraadkii ee luudahaya kii aada gowracdana xaal weeye wadde meelaha baad ka qiimo badan taha waa shubha shaydaan shubha shaydaan wey liyujaadiluukum ilaahay wuxuu yidhi wainaa tactumuun warka hadaad ka dhagaysataan ood ku raacdaan innakum la mushrikuun gaalaatiin iyagoo kale oo mushrikiina salafku kulligood waxaa ka sugan inay yidhaahdeen wainaa tactumuuhum fii akli maa nahaytukum canhu oo min almaytati ah innakum idan la mushrikuun ibn cabaas bay ka sugan tahay saciid ibnu jubayr shacbi jamaaca min asalaf sidaasay ku wada fasireen la fisqun taasay salafku isku khilaafeen qolya waa macsiya yidhaahdeen qolyana waxay dhaheen waa kufri khilaafna ma ahee waa laba xaaloo kala duwan markaad macsiyada oo la timaado sidii dhaqanka ahaan jirtay cusaadu ula iman jireen la fisqun macsiyo wey haddaad oo la timaado istixlaal iyo fuudaysi iyo inaad oola dhaqanto sidii shay xalaal aba min kayri taxarujin walaa mabaala waa kufri waa ikhtilaafu alaxwaali ikhtilaafu xukmin ma aha idan labada dariiqba salafku waa ka sugan tahay طبري مركو آية فسيرة يا محويل عروا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يعني أنكم إذا مثلهم إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركي أبو إسحاق الزجاج وأصدقى يسكو قرن آية معاني القرآن هذا الآذ قيمة بدن بولي قل كل قد سوقوريا وذاتها مفسرين تها وحور هذه الآية فيها دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله عليه أو حرم شيئا مما أحل الله له فهو مشرك لو أحل محل الميتة في غير اضطرار أو أحل الزنا لكان مشركا بإجماع الأمة وهذا الكيس بإجماع الأمة وإن أطاع الله في جميع ما أمر به وإنما سمي مشركا لأنه اتبع غير الله فأشرك بالله غيره معاني القرآن كيسا كفيري هذا هذا حق بدن وي هذا قيم بدن وإذا دورنا بسوق قوري أهل تفسير رم بسوق قوري نين بالحرف كسو قورشة إيا نين معناها كسو قورشة وحول آيات وحي تصيصا نين والبو بنا إلهي وحو حرمي أما أمدا كحرمي إلهي وحو بنا نين كأساق أو مشرك هدي أطبخت أمدا أبنا إيسا إذن ضرورة جرين أما الزندة أطبنا إيسو وحاد نقونا إيسابك مشرك بإجماع الأمة تشريعه waa kufri iyo shirki akbara biijmaaci alumma sidaa u ogow lianna ibnu kathiir baa soo guuriyay looguma horreynin bay dhaan qolyo masaakiin oo meele usoco aan la garanaynin lagaba yaaba marka inay diinba asalba fahansanaynba oy majaaniin majaaniin cuqalaa nima la yidhahdaa jira waa limyir qabta ma taqaanaa
ayaa jira. Hadduu ruuxu banneeyo shay ilaahay xarimay wuxuu noqonayaa mushrikun biijmaac alumma. Hadduu ilaahay wuxuu xarimay xalilo oo banneeyana wuxuu rabbi xarimay xalilo ama wuxuu ilaahay xalli xarimo waa maxay? Waa mushrikun biijmaac alumma. 318 buu dhintay. Waa culummada ahlu tafsiirka ee luqawiyiinta calaa ariiqata ahli sunna waljamaca abu isxaaq zajaaj waa la yaqaan. Wuxuu ku daray ninka halka qodob intuu banneeyey mushrika ku noqday biijmaac alumma, hadduu doono diinta inteedo kaleba ha ku dhaqmo buri, waa in ataaca allaha fii jamiici maa amara bih, inta kale salaadii, soonkii, xajkii, cumradii, isagoo kaa khayr badan oo kaa qur-aan badan dhan kale maka la fiiriyo. Laakiin qodobkaas oo xaqi ilaahay u khaaskaa ee tashriicaa buu dhex fadhiista. kulligood hawshaa way soo guuriyeen. Hal qodob baanu baraarujinaya keliya, culimmadu baraarujin oo ah wuxuu sheekhu ka hadlaayo marka lagu leeyahay dad banayso ilaahay wuxuu xarimay ama aad xarimta ilaahay wuxuu banneeyey, waa waxaa laga leeyahay masalo ijmaaciya laga hadlaya, macluum min diini bidaruura. Haddii laakiin masaa'ilka laisku khilaafsan yahay anu aan banaysto oo aan ku khilaafo wadaadka xarimahay ku gaaloobi mahay, matalan dhurwaaga waxaa laisku hayaa maxalaal ba musaxaaraan, anu waxaan aamina matalan inuu xalaal yahay waa iska bashuuqsadaa, adhigu iga dhammeeyey xagga nimankan qabto waan dilaha waa gowracanhaya, idhihi maysaan gaal baa tahay, waxaad banaysatay wuxuu ilaahay xarimay, laana waa masalo khilaaf ka taagan yahay. Baqlaha ka warama baqasha hilibkeeda, dameeraha la garay inay xaraan yihiin, fardahana la garay inay xalaal yihiin. Baqalow ma dameer baa tahay mise faras baa tahay? Warka ma haysaan, waa masale khilaafiya, waxyaabaha laisku khilaafay kuma jiraa meesha. Waxaa laga hadlahayaa shay ilaahay xarimay binnasi daruuri, ummaddu ay ku ijmaacday ama ilaahay u banneeyey biddaliil alqaci ama ummaddu ku ijmaacday. masaa'ilka khilaafka saa'iqa mujtahidka lagu takfiirin maayo, caamayga taqliidiye ku raacay mujtahidkaasna la takfiirin maayo. Qurtubi hadalkii Zajaaj halka Zajaaj buu soo guuriyey, markaasuu weliba bil macnaa ba kusoo guuriyey. Wuxuu yidhi qaala Zajaaj wa fihi daliilu ala anna kulla man axalla shay'a mima xarama Allah aw xarama shay'a mima axalahu Allah fahuwa mushrikun wa inama sumiya mushrikan liannahu athbata ufirso. Macnihiisii buu sheegaya liannahu athbata xaakiman siwa Allahi tacaala, xaakim sharci dejiya masalo waa masalo tashriic, xaakim buu samaystay iyo oday dejinhaya ilaahay sukadii. Wa hada huwa shirku buuri, wuxuu ka soo gurinaya Zajaaj. Hadalki Zajaajna alfaadiisi maaha sidaa, ayo waa macnihiisibaa sidaa. Qurtubi isagu muxuu yidhi fadalat alaayatu cala anna man istaxalla shay'a mima xaramahu llahu tacaala saara bihi mushrika waqad xarama allahu subxaanahu wa tacaala almaytata nasa faidaa qabila taxliilaha faidaa qabila shirku taacihi iyo tashriici faida qabila taxliilaha min gayrihi faqad ashrak shirku taaca wa shirku atashriic. Abu Jacfar Annaxaas wa aimatu salafa ardaygi nasaa waad garanaysaan, muxuu yidhi isagoo kitaabkiisa Macaani Alquraan, wa qaala ahlu nadari maaha wadaad baa yidhi keliya, culummada fiqiga taqaanee diinta fahansan ahlu nadar buu yidhahdaa, ahlu lathar nimanka ruwaad u yaqaanaa. Wa qaala ahlu nadari fi hada aayadda waxaa ku jira daliil calaa anna man axalla maa xaramahu llahu aw xarama أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد أشرك وقيل له مشرك لأنه اتبع غير الله فأشرك به غيره جل وعز. الكاسو أقول لما رأي أبو الليث الفقيه السمرقند العنفي وأصنع الرقي هوري فقادة قرنك صدح بغطوات نشان تقاري يودي. أما النحاس صدح بغرصد نسدين وحور وإن أطعتموهم أي في أكل الميتة واستحلاله إنكم لمشركون مثله. ففي الآية دليل على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى سارا مشركا. حافن كثير أنكو جاب جابيو هذا النقوشة سو معجري مشركين باتن آية أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كما قال تعالى وحسكوك من كثسكوك آية الأنعام آية التوبة كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن آية ذهن دور كان سوى الشيء وحي أسألوه المسائل دورة نقول شانا ودفانتين
asalka koobaad horaan baa idin soo sheegayo, weligiina xajista waadna ku badbaadaysaa. Ruuxa muslimka ee diinka soo galay laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah yidhi, mas'ala diineed oon fitrada iyo caqliga bashaya lagu ogaan karin hadduu ka jaahil noqdo, xaaraamnimadkeedu ka jaahil noqday, inay waajib tahay buu ka jaahil yahay, ku gaaloobi mahayo. Waa asalkan odhan jiray aljahlu bishara'ici laysa kufra. Salaadu inay waajib tahay, soonku waajib yahay, zakadu waajib tahay, xajku waajib yahay, alamru bilmacruuf waajib yahay, adoo waa dhowo diinka islaamka soo galay baadan ka warqay matalan masaa'ilka waaweyn almasaa'il adh-dhaahira la yidhaahdo, ribada iyo khamrada iyo zinada inay xaaraamta baadan ka warqabin waa dhowood baad soo islaantay. Lagu odhan maayo marba haddaad laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah tidhi, xagganna aadan ogeyn riba inay xaaraan tahay, gaal baa tahay lagu dhihi maayo, maxaan lagu dhaahinin? لأن الجهل بالشرائع ليس كفرا. إجماع وهي مسألة خلافنا كمتشرو. الجهل بالشرائع ليس كفرا. ما قال لما؟ حكمك الشرعي مركز أوغاتي كذب إنا ضفرت أمديده. لأن الجحد محل هذا. الجحد في اللغة ومحي والإنكار لما سبق اعترافه. إنكار يا جحد يا تكذيب وحاكوه ري علمي هبل وي بيني يدي سيكو بيني إيشيك صمالهاني فانسي هذا البان أشيك مركز سكير إيدي بعد ليضا هبل أدو وحبه أشيكين أوسن كو أغين بوركا إناث شيكتي أوسن كاديدين مرنيه كرتا وي بيني أين وضع هذا اللي هبل وحبان أشيكي ويقود ضفري ويقود ديدي ويقود بينيي way ugu tuuray waa igu waa goormay timaadaa bacd alikhbaar aljaxdu nawi baa yidhi ibn cataar ashaafici tilmiim naqdaqilciid baa yidhi idan luqada ka fiiriya ibnu faris saaxiibu mujmal luqa iyo maqaayista nafsa shay alluqa iyo istilaaxuba jaxdu wuxuu yimaadaa bacda cilmin waactiraafin ilaahay goormay wa jaxdu yidhi bacda cilmihim جحده وحي ماذا بعد الاعتراف بعد العلم صادرت الجهل بالشرائع ليس كفرا وانما الكفر وامح قال لهم وامح والجحد والتكذيب والرد ان انت اسلفنا الى تاي ايده مركا معناها ان صوم مري ايان ربا ماشي كلا لغلين اسلفان إذن غورماد مركا مشرك نقونيسا غورماد كافر نقونيسا مركا شرعي الله مريو ومسألة السمعيتها جحدية تكذيب يرد بها الله الشرطية مركا أصل الدين تهاي ومسألة توحيد ككل قل أيتها بمجرد آتها وطو آيات كقالوا بيسا لأنه واجع بين النقيضين إسلام وامحي علماء الله إسلام عوية وقال الإسلام لله وحده إلهي كلي إن له كان سماء إسلام ما تم سماء شرك ومحاضة هيد الإسلام لله ولغيره معا إلهي يؤمك سميت كم إن له كان سماء شيء واكلوا ومتحن يا وربان يا ولماني ولا مسيل فهمك لغة آن يا فطر آن شرع الكفا ميسا روحه هضوب إلهي أشريقي له مسلم من غنكر محايا لشركه ماها مسألة سمعية ماها إيوا محايا وحقيقة منافية لحقيقة الإسلام هبين يا مال مكل مكران مكل مكران قبو يا كليلة عدين يا مدو اسكن ميل مقل كان هل ميل مايا ماشا مدو يقدو كتا الله ما عدا انكرتو ماشا عدا ينقدو كو لنا ما مدو بانكرتو هداد مسلم تاي معنى دوام معاي إلهي كيري جيبو عبدوي هبل هو مسلم حلقة وضع إلهي كل يجيبوا عابدا شركة ضلتي مادو ما حد بريسي حقيقة الإسلام باب برتئ وما شكب بحضة لو رن ما هي هبل الجاهل ومحا جاهل ورطة محا جاهلة جهل وحوقلا أحكام تسمعك وحوقلا عقوباتك وحوقلا تأثيمك أولها سوقلا لكن حقيقة شيء وامحي
شيء أنفينا يجهل الله ما شرطيه. مثلا المير بابكيري جبيه صدح شيرة أضوين بابكيري جبيه هوين يبا جبيسي صدح لان حكم كل واس خلافية وحلوه قب سنة يدم بقفولي ويكل الدوين. لكن وحم ليش قد عوام معي مدو البحرين بكيري جبيه وان يرى هاي أضيكو تالا إسلام بان هاي أضيك هو تالا أضيك ويا لا يروح شو أضيك هو تالا كل واحد لنا هاي بكيري تبي البتي ما هي وضع سمين حقيقة واحدة وضع سمين أوه كسرة لكن واحد لنا كيرك مدن بابين أضيك إيو إسلام تنا ويدن بابين ما حدوك الزارتين كان أصدق مكلف من الله هذا دنبيك بعد كتقاريسا دنبيكو تقاد ما بابينا يو حقيقة ماشة كد عدو بكير تبيئة ما قعنا وقاضا وبكير تبي وحن ماشة كد عوام معي وبكير تبيس مين اسمه ودا دالو نكه دو إله وشريك يلو وإله غير كله وجورعه أما قبر خطة وافه أما أولي ضبريه معلنا هيه وحسمي وشرك موسى أوجيني نينك بكيري كتي أسوقون أقول بمحلين هاي بكيري تبيوي أقول لا أنتو يقولك وحي كان فعيا عقوبة ذا ملقو عقاب ملقو حوري بيرك الله جاح عشان ملقو الدين وحسابك لي وحي لكن ماشي كد عوامه إن هذا فهنتين من أمنا إن هذا فهنتان وحقيقة الشرك ووصف ذات أمنا بابئنا يا إسلامك اسكم من المجلي كرا جهل قال وحبي يلي ما هي وحو كتري مجر أما جاهل نقو أما عالم نقو مربع هذا شرك الله تماد مسلمتي والله بحقيقه ازديد ايا كم حدنا شغل كم لها مشرك الجاهل كأنا ندرين بالغية ونورت أو كالي ورت مسلمتي ذا لكن انت أنا اللي حدا كصاي وحبان كوشي إنا وكوا إنا إنا عقوبة أدونك إي عذابك أخرى وخلاف بابا كتاغن وذا دايد إلى الامتحان العقاب ماي ومسائل كلي لكن حقيقة الإسلام كان مش وكب حيسا لأن الإسلام معه استسلام لله وتفريد الله بالألوهية تجريد المتابع إسلامك هذا تشريك بك أنت محل واي تفريد تشريك هدو يماد لمانين هذا يتماد محل بحي تروين محيوقة بسمان صومالي ترى متحان يترى كيسة يترى طبعاً الله صدح ثروي صدح مقعب يكلين عربي يقولون هو زوجي يا أولي يا فردي بالك لا إله ذا عدد أولي يا عدد فردي يا عدد زوجي واحد دون هالنقط مر هذا تفريط لا تمد مسلم باطاي هذا تشريك بكين تم حابا باي ما شك بحي تفريط كباب بحي سدا أفهم ما كان يقول إيه ورنك إلهي غيرك عابد أما شركه كله لو عذر الداري محليه محل عذر الدار رحمة هي وباباي وبكيري تبيه تبي ده هو ده هو تبي قرما له عذر دارا والعذر دار كحوق على عقابته إيه هولا الضنبوي سيد المه يرى أن نوع عقابين أضيق يهبرت أن نوع قراعين أمان ولا يواد الضنبوذي واد الضنبابتين سيدا وإن أضف أنت ما كلا قهلا يشركه وعذر نوع عاصة وحوبا بينا يا حقيقة الإسلام وحامل كل اللو إيجي مجرى إن أضو خيار له أو عاقل القصد كخيارك قصة من الشيء يقول بالله شرطي بس مرحبا الحقيقة الله تماد إسلام هو تقهي ما نعقيني وان عقائي سامن موذينين إيو مصر عريس مشركين تأدون كردوبان ورم بعض وحيس ليه واسل زعاني يهود واسل زعاتا نصارى ضعي قمنها قورت وقجرة وعمي ألقى دقيس وحلقى لقى دقيس وحيكو جران شركي وكفري قد يدى سنة فانتين بيلات وحيكو لما سلو أيضو أصلويين بطلان القياس الفاسد كفار قريش ما حيسميين وحيس كان قياس قاتل كيلا قورعي مذكات كأها يوم ميتدي قاس الميتة على المذكات وحيد النافك اللي قورعي ينافك لنتيبا واسكو حكم الأول وبناي محاي إلي بجامع إلا كده حيث مشتركة ومحايتاي أن كل منهما مات أدون كده في واد لنتي نفتي بقى قدر إرتي كان نوي قدر إرتي كان نوي قدر إرتي لابدو بقى أمر ربي بقى قدر إرتي مركو والله حلال ويبقى شخص دي جادي
قياس الفاسد بين لي مادين وقياس الفاسد محل إلى ذا معاني بدن بكرة عيك هذا وجد وام معي وين الله بس شيء أذ في رسو معناها جودة كده حية حق أن هذا القرآن سنين وده إيش هذا كم مدين فوارق ذا أقول حيسع دقيقة ذا سيد الكفار قريش يقول هذا اليهود يا غير كتب يقول هذين إنما البيع مثل الربا إلى محور بنتين وي حيدا بيع بيع وحلال ربا دون وحلال ما هي واسكم بيت ما هي الربا دو لا بس شيء بالله إصداف سنية زيادة إي أجل العاقي وحلال إصداف سنية بيعنا بس بحيم حباط قانون ومبادلة مال بمال كانوا مبادلة مال بأجل واسكم بيت بيدها وحصداف سنوي ربا يبيع واسكم بيت ورك نقد أي مسلمين إلى يحول فوارق باجرته وأحل الله البيع وحرم الربا هذا هو الفارق بيعنا إلهي باب بنيي هي ربنا الله حرمي أيضا سيدو كلوي إلهي مسلم واحد أنه ورك أما هيني أنه أضوم إلهي بأننا ميشو ربنا مريان مرينا وإن أطعتموهم إنكم لم مشركون ولا تأكلوا بأنه وطلع أنك إلهي وحونا دهانا وانعونا إنه وحود داية دهانا وان ديننا أضوم الله وضعنا ميشي ربنا تشوشيو يا نقول أكتير مش هو نقدر قاش وقدر قاقينا واركن واسكم إذا في عيش تام ما بقرأنا ور إبليس وهي أول من قاس إبليس قياس كفاسد كروح أوري لي مدمعها إبليس حول أنا آدم كخير بالمحاية لي أصل كيقوى حلقة أبورة من نار نينك نم حلقة دوب دوبي إفتين يا إليسنا إليس بكفي عن هذا بفرع عودنا وين لك لفضله أنا كفي عن آدم لأن أصل كفي عن قيمها بالحكيم يا فرع قيمة بدنبور إن النار يفتني إلى إسكاء ما هذا وذات كده بكي من ناني قال أسجد لي إلى هذا وحور وقياس ومخالف للحكمة بول إلهي بالدورة يا حكيمة تدوي إلهي وحورها كفر وكفر الجحود معها هي محوية كفر التكذيب معها محوية هي كفر الإباء والاستكبار بالله إلى هذا سلوين إلا إبليس استكبر أبانا وذكرنيسا كفر الإباء والامتناع بالله هذا قياس كان مركب ولقين إسكا إلالية كواي كوي سفيدة واقور قولي صومالي جوغي واقي إباحيين تاها عيدا قبرنا يهو يدا يحاس قال واه اسكم بيت واه هواني هواني تنوح كويالا تنوح كويالا هو شو أوكيوي من إباحيين محي صبيين قياس إبليس قياس المشركين قياس الربا على البيع وقياس الميتة على المذكات وقياس السفاح على النكاح زندي بيوقيس قاتين نكاح بالرعية إذن الفوارق المؤثرة في الحكم وين الاعتبار صديق له أصل المشركين بعد قال زي إبليس أوليس مفهوم الطاعة أنس قدب الطاعة علماء الله اعتقاد شغلكم إليها كتب الأصول صبارة ما هي الطاعة كتب الفقه بارة موافقة الأمر وحي سمي لغو يجيد او سمي ساطع على إلى هذا وحي ييل كردقاء هاي هورارسن وييل ضاع على إلى هذا وحكو لغو التعريفية العمل للغير بأمره طوعة هذه طاعة العمل للغير بأمره طوعة روحك لأمر كسيود فلسود أساق أشق يسوي أذون قصباني أطاع على إلى هذا سمعنا وأطعنا طاعة ومركة وجوارع ده هوش اللي قفل إيوه العمل للغير إن الغير كأشق يسو بأمره أمر بحين أذكر عضو الطوعا عضو الدورطئ والقصب ولهذا لا تجوز العبادة لغير الله وطاعة قد تجوز لغير الله طاعة غير الله وبنانتا إلى غيرك لا ضع وبنانتا لك إلى غيرك لا عبد وبنانتا ويكل الدوين الطاعة معجرة وموافقة الأمر أو العمل للغير بأمره طوعا إذن وإن أطعتموهم إيه إن تطيعوا يتخذوا أحبارهم وربانهم كلها متابعية طاعوي إنت أنا أسلفها أني إلى طاعة مرد أنا أسلفها أني شرك الطاعة حقيقة إيمانية والقوة ريري وذاده وكل رفتان ونول ميول بكل رفتي رقوا حقوق رينا أكثر كذوة جهمي إن يرأيك منها وزنادق أنت أن أخري أبحاث معاصرين تأمان أخري ننكوها بصدق ومقال في عن قرآن توسي ولمار إذن كنا غيرتنا والله قيابا أنا أقول كيان كالليا
aniga ogaalka ayaan ka hadlaya. Macsiyadii addoonku hadduu u sameeyo sidii la yaqaanay caadiga ahayd, intay shabaka qaab noqoto isagoo cabsanaya oo qoob gariiraya, oo amaad ku dhimataa macsiyada leh, ama rabbi biri kugu cadaabaa, ama adduunka cuquba lagugu soo dejiyaa, amaad eedaa, ama lagugu arkaa wixii lagu yaqaano ruuxu muslima ee macsiya inuu ka cabsadaa, ku qoob gariiraa, alla inuu eega lagu yaqaano ruuxu hadduu ku sameeyo, liqalabati shahwatin, waxaad leedahay waa macsiyatu min almacaasi. Hadduu aamino oo u yidhaahdo zinada allah ii baneeyey xaaraan igama aha, ribadu way banaantahay, warkiisa u bareerana haddii asagu murubi kuma jira ninkaas. Ninkaa maxaa leedaa cinda almutaakhiriin waa maxay, wa cindana israaci waa mustaxil billisaan. Ruuxa wax la qabta ee wax lagu xukumo afkiisa ugu xoog badan, hadduu yidhi wuxuu zinadu waa xalaal oo khamradu waa xalaal oo ribadu dhib ma laha oo zinadu waa okay, u yidhaahdo waxaan leenahay gaalbaad afkaada ma kugu hayna, intaba asagoon dhihin, intaba asagoon dhihin ayuu zinadii, macsiyadii, ribadii, khamradii, shaygii beenta ahaa, xanti, namiimadii, kiibadii, dunuubta aad taqaaneen buu wuxuu ula yimaadaa sidii loola iman jiray shayga banaan oo kale. Maxaad ka leedihiin? Tusaale gaaban wadaado. Ilaahay muxuu yidhi meytadu waa xaray, inamaa xarama calaykum almaytata waddama walaxma alkhinziir wa in ataactumuhu minakum lamushrikuun. Soomaalidii baa xaafadan iyo wadan dhan ay joogtay waxay bilaabeenba inay xoolaha la gowracay iyo baktiga isku si u iibiyaan kawaanoo u furanba. Gabdhaheennu waxay baktiga u adeeganhayaan sidii hilibka xalaasha bay u qaadanayaan, nimankii hilibyaasha sidoo kale, kuwa iibinaya sidoo kale, neefka baktiga lasoo waa lagaa iibin, waa la faasixi, waa wax ka hadli ma jiro. Hilibkii baktiga waxaa loo gataa oo loo cunaa oo looga shaqaystaa sida looga shaqaystay, loo cunee, loo gadee si publiga oo bannaanka ayaa loo caan la qarsaynin, ayaa sagiir iyo kibirba loo barfuuqahayo, loo iibinayaa, xadda aan laga diiraynin, wax dhibsana uusan jirin. Maxaad kaleedii? Waa istixlaal, waa gaalnimo, waa gaalnimo. Limaada? Nimanku kufaaru quraysh ahaa ee ilaahayn ugu halqabsaday ee u dhowa in atacatumuhum innakum lamushrikuun, laba qodob bay samayn jireen, laba qodob bay samayn jireen. Midki mid ictiqaad buu ahaa, midna ficil buu ahaa, oo waxay aaminsanaayeen meytada iyo baktigu inaysan dhib lahayn, waa ictiqaad. Waxay kaloo meytada iyo baktiga u cuni jireen siday u cunaan birsolka. Meytada iyo baktiga waxay u cuni jireen una isticmaali jireen sida shayga xalaasha say u isticmaalaan oo kale. Neefkay gowraceen iyo kay ugaadhsadeen iyo ka baktiyey isku soo isticmaali jireen. Oo fiirsada qur-aanka diqadiisa, qaybtii ictiqaadka ilaahay maba soo qaadinba. Wuxuu ka hadlay tii ficilka ahayd, wa in atactumuuhum in tutiicuu ittakhaduu axbaarahum. Gaal maxaa lagu yaqaanaa inuu aaminsan yahay shayga baktiga inuu u bannaan yahay? Waa masale ictiqaadiya. Wuxuuna ugu dhaqmaa shaygii xaaraanta ahaa ama baktigu wuxuu ugu dhaqmaa ugu aqdaantaa sidii shay xalaal ah. Rabbi weyne subxaanahu wa tacaala sena u dhumin wuxuu soo qaatay qaybtii ficilka ahayd. Markaasuu wuxuu yidhi, wa in atactumuuhum innakum lamush, wa in ictaqadtum lama dhihin xilla lmaytati atactumuuhum. Ficil iyo jawaarixu weeye, laanu ictiqaadka cidna kuma qasbi karta, cidna ku raaci maysid, wax ku gelin karana ma jiro, waa hawl adiga kugu xidhan. Haddaan baktiga u cunno oon ugu dhaqanno sidii kufaaru quraysh ugu dhaqmi jireen, maxaan nahay? Mushrikiin baan nahay, gaalaan nahay. Masaladaasna aad iyo aad inaad u fahantaan baan rabaa. Qodobkaa markiyaan lagu khaldamin daacada sidaa u fahma. Waxaa ii soo haray mafhumul istixlaal. Mafhumul istixlaal hadda koorna maqaal dheeroon qoray, waan ku faahfaahiyey, haddana idin khulaasaya maanta insha allahu tacaala. Macsiyada oo ficilka mujaradka ah waxaynu kufri mee waa dhanbi min adunuub, macsi min almacaasi,
صاحب كبير نق ما صاحب صغير نق ومسأله إن أفك باركيس كعدي ستنا ومسأله إن أقول لك أنت شيء مع سيادة سيد شيء بنان وكل قصة ما يزنا وكفر مدح بنان قرآن كان عدي سلف كنا وقال لي هذا بقى استحلال ومحاتها ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله مختصرات كعقائد كذا نكو قرآن طاي مرك جديديو يجهميو يأشاعرو يعتصام يبلاي الشياطين كلا يزنادق قيسا وين بانتايدين أخريين يوحى لنكو يري سوى البود دنبك قصة ميسان أوغو نقنتان أوغو قلقلتان أوغو أقدامتان وإعلانستان أبر فوقدان هم عادين مسلمين خطرة ولكن أنصحي معسياء بينوي حبك ما جينا ورك أسجى كتب اللغة سوق هذا كسر صار استحيال اعتقاد ما ليس مفهوم ك محل تعريفية هذا شيء مفهوم الله شيء حق الله هذا كتاب كإلهي أو استحلال كوقع حي اعتقاد مسوه ليس نبي محمد أو كوقع حي استحلال اعتقاد مسوه ليس أصحاب رسول الله أرضي نبي محمد وصوب برايدنا هي أو كف السيري كرة حي استحلال اعتقاد مسوه ليس كتب اللغة نمان كأفكا يقاني شيء كسر كتاب كسنة كيمت تفسير سبحان الله بتاع نبي محمد يا صحابة هذا يفسره هذا يفسرنا حقين أدنى لغة إن آذينا هذا عرف الشرعي أو سنجر لغة إن آذينا عرف الشرعي ما هنا لغة الله بتاع لغة معينة آذين لغوية استحلال اعتقادكم ما فسران يدكم صوب بارع كتب وايسة معاجم فيرية وركان مرك استحلال اعتقاد لغة فسر حقيقة كيمة وحيو كيمت نينك إيمانك كو كوبيتري اعتقاد كفرك أنك كو كوبيتري اعتقاد نمان كاسو كيمت أنكم أنكم دوروا في النبان اسكح مبارون وانقاض الناي كتبتنا لغو سوقوري نمان سلفي اسكح شاقي با انكو تعريفي او يري استحلال وحان اعتقاد هين بمن نقون كرو نينك هادو استحلالك اعتقادنا كو فسره فعل جوارحنا كو فسره ومفهومك او بلاريو وميلوه قلوطن بو قليو ونقبت بادية سيدا او يلا الشيخ سيمن تيمين في كتاب الصارم وانا قاردون ان شاء الله تعالى لكن نين كان هايستين كلها بيان بكو شيغي زندقين كل قليو ذا اصل كيدي جهمين كسو جيدا وانين كا استحلالك كو كوبا اعتقاد كو كوبا وذلك ابن سعيد الحمري لورنج اللغوي حوري الاستحلال استحلال استحل شيئا أي عده حلالا حال بك سو قاضي محمد بكر الرازي وحولي استحل شيء عده حلالا والتحليل ضد التحريم وإن الحلال وأركته نينك اللي أورنجري شرح كتابك إيشي كتابك المصابيح مصابيح السنة تربشتي وحولي الاستحلال واستنزال الحرام محل الحلال استنزال الحرام محل الحلال وحرام تصور لقطه بوسك حلاشة سأدو برفوق يسي أدو برفوق زندي بوحوصة ما يساتي إسلام تحلاشة دو قلمون يسوك لي وحولا يسوك وحيسو يوحى الله ربا ومارك تتبع بنتي بوحوكو شقيسا سيدي يخرنتي بختي بوحوكونا يساتي حلاشي برسولكي عورضه ولا موتيو ولا قاويو أيه وحورض قم يساسدي شيء حلاشها وأنا أقول يقول مثالي هوين كان كشقي إذا عضها كشقي ما يكون عرق هذا يا قبله إن قيابة كم ذا قبله إن إم بدونه كم ذا إيه إسقاويان دم ببوارك هذا الله عشان ويحشر يا ويسوقين صدر الدقيدة ووين علماء ويكعرى ويكدو مرايا كري إذا يسكون في عين يسكدو منين وأذفان تمر أملاي حشود بولي كتيرة عبسي با كتيرة تخوف با كتيرة لكن هر هدي قادو أي إسقاوين تبغى أركت هرمر يري مجال نيمو عورو الله أسطورنا يبغى أركتو ليدنان يبانان يو دب الصعد يهران نيمو يتخلف محلنا استحلال وين ها
haweenka qanaatul jasiira fadhiga ka waram xukunkooda. Yaa nimanka bangiyada ribada ka shaqeeya ka waram, ee ku mushaar qaadanaya, ee ku xaragooraya, ee adiga xugo beerta fale ku arka nin liita, ee xalaasha ku arka, ogna waxa inay ribo tahay, ogna ribadu inay xaaraan tahay, og maxaad ka leedihiin? Maxaad ka shaqaysaa baa la yidhi, shaqo wanaagsan man haysta. Haweenkii raggan isku eg qawaad baan ahay, zinada kalaabbuba ka shaqeeya fadhiyaaba, tayibaaba u xidhsan ku taagaya, isagaaba kaa fiican suu usoo arko. Xaaraamti mar hadday gaadho he oo dhigato booskii xalaasha aad keento oo sidii xalaal ugu dhaqmi jirta ugu dhaqanto, maxay leeyihin culimmadu? Waa kufr, waa istixlaal. استحل الاستحلال واستنزال الحرام محل الحلال. اعتقاد ماشي ميال اعتقاد محل وديدي ودا دالو اعتقاد محل وديدي. لابد فديه قدام بيسيبه وحان وديدي اعتقاد وايدين سو شيغي ما انتان شيغي وحادي صوت ترى هذير عقيده اذينا روح مسلم كا حكم كجاهل يا هي حكم سمع او سنغرني وجوبا او تحريما كو قالوا ما يتراده غور مو كو قالوا بيا من حيث الجمله ان قال ان تفاصيل شيء دمس غور مو كو قالوا بيا حكم مركو اوغادو اما او تمكنو كديبنا او بينيو اما او جحديو اما او رديو اما او قلصدو يو قالوا بيا ها هدبا جاهل كافر ما وحا كافر جاهل كفي في الشرائع مسائل السمعيات كانوا قالين جاهل كافر ما وحا كافر عالم عالم كافر نقطه سيكون نقطه حكم كيلو اوغاداي بو ضفرا ديدا بينيا قورصدا مركزو غالوبا هذا زينه مرتله واحد اوغتا اني حارانتا هذا جاهل كتاينا قال ماذا نقطتين وأن لغو شيء لها بعد العلم مركات بنيسته أما آت جحددون بات قالوا بلاي هذا وحات الاستحلال واعتقاد حل ما حرم الله أو حرمة ما أحله الله وإن آمنت إلهي وحو بني ينو حاران ياهي أما إلهي وحو حرمي أو حلالي ياهي إن آمنت لغوري مركات كافرت ومركات استحلال كاد يغفر سرطان اعتقاد وحنا يسوع ده هذين الجهل بالحكم السمعي كفر معها كفره والجحد والاستحلال جحد الوجوب أو استحلال المحرم وياه تلاوة لبعض سوقا نمان أجانين حكمك ها ما بنا يسنكرا بنا يسيق لجو قالوا بي استحلال لجو قالوا وأما يا جوابته روح الله ده ومستحيل وحب بنا يسر ربي وحو حرمي او وحو حرمي ربي وحو حل الله ده هرت وين اوغي هي حكم كان الهي كو سابسن مسلدان تحريما وتحليلا ما تم زما مركو اوغاد كديب يا هدو بنا يسر او غالو دونا با جيري هذا ما دي كرتي هلكا ماركاد مريسو استحالك وا اعتقاد هران با سو جدا هدين روح وحو اوغي هي وخ كبدل ما امني كرو مصمر زمان مصمر محل مركو هو يتمك هو يتمك سواش دون ودي نينك استحال اعتقاد كفر سري بريق بيقول راح في الصمار اقتال ورزينا هذا نوجه ربي انه حرم يسال واميني كراني حلال طال يفانسيه ولا تقربوا الزنا بان اخرنا القران كون الناس دوا دغايا احاديث بان هيا وحان اوغهي الهي زنا انه حرمي وحان أوجهاي سند إلهي إنه ربنا ربي إنه حرمي خمرضة أو حرمي روح مسلم كو حقدر الوجود أو حرمي بنت إلهي أو جوتشي بان أوجهاي أنا سيدا أو ما آمني كرا إني حرالتا ما هذا يوضع صعنا هذا يسيدا تيمركو كم فسيري كرت استحلال كه اعتقاد لأنه لا يمكن أن يعتقد المرء خلافا ما يعلم وحن قليل يا يوم مسألة ذا وإذا لفوض هاي لكن مركن أدون كذا فدوكان تون تزيد أنفع إذا أنفع ما كان أبحاث عقدي آخرتان بعض الكوجر ما كان سدوكان تون تان
waxaan masaladiin ku celcelinhayo waa fasaad waahro soo bilowday ilaa aminkan taagan diintana lagu dumiyey fahma hawsha ayada ah ma dhici karto. Ruuxu wuxuu og yahay inuu aamino wax ka soo horjeeda, war zinaad ogtahay rabbi inuu xarimay ma aamini karto inay xalaal tahay ictiqaad abada. Iska ilaaliya, ha ku fasirra istihaal ictiqaad. Wadaadku ku fasirra ogaada inuu khaldan yahay ama usuushiisa khilaafa khata'an aw sahwan ama ictiqaad faasid oo aaminsan sidii jahmiyada ha noqdo. Lama odhan karo istixaalku waa ictiqaad. Maxaan loo odhan karin? Maxaa ka laazimaya? aljamc bayna naqiida. Waxaa ka laazimi actaqidu ana zina xaraamun wa fi nafsi lwaqti actaqid anahu xalaal. Ma dhici kartaa culubaalay? aclamu ana ariba xalaal wa actaqidu fi nafsi lwaqti anahu xalaal. ma yumkin, ma yasiir. Waa mumtanicaad, meel mumtanicaad walmustaxlaat alcaqliya wey. Haddaba marka istixlaalku waa masale u laabanaysa acmaalu ljawaarix, kana soo filaysa camalu lqalbi, shuqul kuma laha atasdiiq alqalbi. Iimaanku waxay dhahaysaan waa qowlun wacamalun waactiqaad. Qowlku waxaa dhahaysaan waa qowlu lisaani wa qowlu lqalbi. Camalkan waxaa odhanaysaan markaa tafsiilinaysaan waa camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix. Suma dhahdaan istixlaalku wuxuu ka soo fulaa camalu lqalb, waxaana muujiya ficlu ljawaarix, camalu ljawaarix baa muujiya. Tasdiiq shuqul kuma laha, lanna ictiqaadku waa min qawli lqalbi ee ma aha camalu lqalb. Macsiyadii baa jacaylkeeda kaa badanaya, markaasuu keenayaa shahwadii faasidada iyada xad dhaafta waxay keenaysaa inaad taxriimka rabbiga dhibsato, karaahsato, ugu dhaqanto macsiyadii sidii shay bannaan oo kale. Buqdigii iyo nacaybkii aad nacaybadisnadaa ka dhammaanaysa qalbiga. Shaygii xaaraamta nacaybkiisibaa qalbigaada ka baxaya, xagga camalu lqalbigan u jeedna baa ka baxaya. Karaahiyadii, xubbigii zinadaa ka xoog badanaya. Abu Taalib nebi maxamed inuu xaq yahay wuu ogaa, yuhuudduna way ogaayeen, xaqiiqad dhab ay u ogaayeen. Qur-aanka inoo sheegay alladiina aataynahum lkitaab yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaam. Abu Taalib markiisu waa cadaysta. Mar hadduu sidaa u ogaa, maxaa keenay inuu gaaloobo? Tasdiiq alqalbi waa laga helay Abu Taalib. Qalbigu wuxuu ka aaminsan nabigu inuu xaq yahay, saadiq yahay, wuxuu leeyahay inuu dhab yahay buu aaminsanaa qalbiga, ictiqaadkiisa. Afna wuu ka sheegay, wuu ku gabiyeyba. Atasdiiq alqalbi watasdiiq allisaani waa laga hayay. Intaabu wuu leeyahay Abu Taalib. Muxuu muslim u noqon waayay? waxaa laga waayay camalu lqalbi iyo ficlu ljawaarix baa laga waayay. jacaylku quraysh jeclaa iyo dhaqankeeda iyo dhibsiguu dhibsanay, mobiilkii yar baad amankan dabar rucelin kartaa, adigu weyn baa fatoo kor u taagan sujuudi kartaa. Hawliiba waxay ka xoog bateen ogaalkiisii, tii baa jiidatay. Yuhuud wax walba iyagoo ogaa xasadka nabiga u qaadeen iyo kibirkii iyo baqyii baa wuxuu baabi'iyey dhaawacay cilmigoodii ogaalkoodii. Idan istixlaalku wuxuu ka soo fulaa camalu lqalbi oo dhammaadoo baaba'a, waxaana muujiyo bannaanka keena ficlu ljawaarix. Hadaad carab ka sheegtana kaba sii daran. Sidaa waa inaad masalada u fahantan. Haddii kale waxaa imanaysa inaad tidhaahdo waxaan ogahay zinadu inay ilaahay xarimay oo rasuulku si xarimay oo muslimiintu ku ijmaaceen, laakiin waa xalaal, laakiin waa xalaal. Kanna waan ogahay, waana ictiqaadsanahay, isma keenayso, waxaad geli kara maaha. Usuushaasay masalada ku dhisan tahay. Kow, aljahlu bisharaaici kufri ma aha. Masalada aad bannaysanid ku gaaloobi waa inay tahay masala mimaa culimina diini bidaruura, qadciya ay tahay. Masaa'ilka khilaafka ka furan ama ijtihaadiyaadka saayiqa laguma gaaloobo. Haddaba caamaygan ama kan caalimka sheeganaya markuu shaygii macsiyada u sameeyo sidii shay xalaala ayuu gaaloobaya. Ninkii saa u sameeyo waxaan leenahay waa mustaxil. Taa waa masalada loo yaqaano masalatu istixlaal. Inaad fahanteen ishkaalka dar waan filahayaa. Waxaa ii yimid shirku taaca. Shirku taaca aan ka baxaa hadalka waa dheereeyey, laba qaybood ka koobaya.
مرنا تشريع أيا لازمة مرنا ما لازمه نين إسلام شيغاني أيا معصية بنايستي قانون بو قري دستور بو دجستي أنجي بلشدة أهيدنا وينكور راعي نقول أك بنكور راعي معصية وحنا أقول دقناي هي سيدي حراش بن أقول دقناي لابد أن بما أمرك ما شيء يلا والله بشرك هو وين من دوام حي شرك الطاعة إيوه شرك الاستحلال تحليل إيه تحريم وحبنين إيه ديد الله إسكاله دن آدم كن راعنه وشي يقول آدم هو بني الله نحرمي أما إلهي حرمي الله إلهي حرمي آدم بني هدان آدم كن راعنه آدم هو حانو كدقني كرب العالمين وانا نقض في الربوبية نقض في الربوبية تشريع هوري للدجنت اللو قري وكفري قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلاما منه حلالا منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون هل كان تفترون بالويل سورة النساء وحلقوا شرك من قال لها هي ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أئفكا آلهة دون الله تريدون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو الكذب لا بد أن إذا الشرك بسيس هو افتراء معايا لي حق اللهين بعض شيغتي آدم ها كنت بركوس هينا حقي بكو شيغيا وكي الله كسير يا بين علوي أظن كاذبة تاي مكذبة كأنه كاذب مكذبة أنتم مركو يسوق لي دجين توري مركا شرعي لا دجيني وشرك التشريع وشرك في الربوبية وأظن كان ملحوينا الشيغانية أما حاكمك الشيغانية إلهي حقي سبكايستا مركم محرماتك يا حارانتي يا حلاش اسكو قل بينين كان او حور قوري او مد و دحد دغاي هدا انغو نو كورا ان او دقن حارانتي سيدي حلاش ما نكونينا مشركين بان هي بنايست الهي و هو حرمي حرمي الهي و هو بنيه بان دنكا ما كان كناي مستحلين راعدا ان كان كورا انا هوشاسنا ما كان نكونينا شرك الطاعه ساس مركز سوق قال انقل ان شرك الطاعه ايو هي شرك الاستحلال مرنا استحلال باقولوا يستاق اظن عندما يكون راعين اذا بدر هذا الله بالله بي عندكم الراعي زيد طائفه دي ريشام صوم قرنيسان خلافه دي سيدنا عمر الخطاب وذلك يزيد بن سفيان باميروها شام بالله دري نمن دوره أيا وحي آخر آيات سورة المائدة ليس على من جناح فيما طعم وصوم قرن ليس آيات بآخرين وحي بقى منين بده خمرضو مرضات سابق تاي أو بدر تاي أما رجع هوري وهو إسلام تاي إلى هنا أذوق عبسته وحورنا بعد سك إلى ليسو دتك آدي آدو قيامنا الصلاة هذا باش خمرض حقوق قعوة كسين كران عامضنا واك حرام بآمنين عامض واك حرام يقول يعني عبادات بطنين لكن خواص الخواست خواص الخاصة ويبرنانتها وذاتك يزيد بن أبي سفيان أيا وراقص جوجوكس عمر بوس ودروي نمان ماشانا أيا آيات الدليل شيء خمرة بشوقة هيا مركان الله دوتنا دقاتشو وين محان سمينا وحيو يسيد أقصى يقصو حول إنت سعود مدى آفيني يسو حول بر مدينة كي فرض الله صوت صاري سيد دقدقة مدينة الله كياني ومدحتو يدي إسلامك عمر باكتل لي صحابة بسكو يري أصحاب الشجرة وباعة أصحاب بدر بسكو يري علي عثمان رجل بسكو يري فريسة بول هاي كتل إنما كان يجا صحابة كل جد وحيس كل راعين قاليه لأنهم استحلوا ما يصدق معي هذه لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله به هذه وحرمنا الله يسو كل اللي حدا صار وحيس كل خلافين استتاب ما سمينا مسي انو شوق دمان لينا مسيفت لا دحقادنا مس طوب من دره مره هور انت اسكو من دافن كليه صحابه بدن كان وحي دهدين تران معوف عثماني بدن وحي دهن ما يا وان لا لايو وحي ده وا مشرعين بن منكم ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين خمر ربي حرره بده وين نو بنانت انا اسكو نو بنانت وا ربي يري وي الله كل الله دمبي
علي بقى وحولي يا أمير المؤمنين وحان أركا إن الطوبات كانت تراد هذه الطوبات كانوا قال لماذا كلا أبطاننا حد الخمر كأوفي صحابة ما يقاننا ومتاولة لسيدة ما يقاننا هذا قال لما سيكتو حتى كو يقاننا صحابه حوري هذه الطوبات كانوا طبنا إلى الله وانو خلدنين آياتنا وحكسوا الدكتين مسلمين ترى يدو خمرات عبها يون لحرمين قيريو ذا مشيدي كدمنا قداشوت لحرم يبقى آياتو كان ليسي مسلم يميت بعد التحريم كما يسهلين آيات هذا يساو فهمان ويقاطان نقول راعانا ومسلمين طوبات كيني انت يردون بي طوبات كيني حد الخمر كأوفيو سديت عن رضا وقالي كرباش هذا يهدهان لي حدا ساربور هالله وعلي كلي عمر رأيه سكر راعي لكن اتفقوا على أنهم كفروا وشرعوا في دين الله ما لم يد إنما اختلفوا في الاستتابة فقط نجا سجى عيد وحدة شيء مجرى يا سجى هوش السمائي سجى هوش كل حي استحالكم مركز جزء هذا خصيو فردنا ونغن كرا أنت الدولة تجسوا إن أن كرا عن إن نقو شق الطعام إيش كل لازم روي نغن كرتا مجرد قال وحوجة أضع عدو كليل لو ما قالوا هوش يعني لو خلطمي سيد قطب وكلا يعني لو خلطمي لكن قال كوحو بني أم أوس سمي يذكر عيسى فيرنيس مكفر بقى مسوى كفر ما هذا كفر يذكر عليه أن كافر باتاي معسيو بني أن واذكر عليه أو حد أصلا يسيد حلاش كافر باتاي وحنا سكتشرة شرك استحلال هي شرك الطاعة سكتشرة مجرد طاعة الكفار كفر ما لأنه هذا شيء وناجنا فران ونكر على مقالبنا يعني مجرد لا أضيعه مخادعة أو مطاوعة بحث كلوي كبير النقطة ويبناناتا لكن مثلا كهالله نحوي إما تشريع بتكون راعي وإما استحلال بتكون راعي على سبيل فعل الحرام من غير تحرج ولا مبالاة سدا وحوى إن لوفا من لو يقادوا آيات دا صورئي ليجادلوكم وحكتو سيسا سهدي يقور بقوليها شريعة كتمانا يا وحبنين يا حكم يا وحخربيا ملع الله اسكما السمايا وإن يشبه هذه وركن صدار كون هذا قال لهم مدة كل قصة مدة قانونا الدولة هالشكتي كون مقدسة شو يقول يكون مال برضوان ومدة محكو سرار هذا وحوي شريعة دي لما ديارينن من أجل بنو يالله كتاب القرآن كابي يال صحيح كابي يال وح مدة سكنا على الربا هدي دولة لواية هدي شرعي لواية دولة لان عص عن ما هي هدي وبدن طاي إذن هوش أيضا إسكو قاعدة شبه يدود يو هذا يطلبيس كما رم ما هذا نينك دون شرعي وبالمرو كتاب ربنا وكتنت هل قلبنا ولي على دكتاجين ومض والبعدون كنا ولا دستور قرطه بيش أي قرن مش وحي آمن سينهم بأصل لقديقة ما واحد لكسي رأيه قولي عن مساكين تيه وذاتك عدسام اوين وضي اوية هاي يو سيدان خلدين دالك الدستور كالله السماين هدي بوذي كت بوذي وبدنيين دستور كالله وحال ارنيا دالك الدين تسهيه وبوذي على دي دستور كالله وحا اصلوه بوذيها وقانون كقابك سوى الله قرابة قال لماذا هذا الشيطان أقاسمي دور بقول سيدنا هاي ستا ساسب اللو أقاسما هذا دارتان دستور وكو قرية دينة الدولود هو إسلام وحمد سوكرين وهوش اللي يقان دولودها كريستان كم حال قرى دولود الدين تيدو وكريستان كان يمحا قرى لا صعب همودين دستور كوه اللي أقاتيو هي وحالو قرية بالفير هذا وعامد الله قصيرا أن أدون كل سعوني جيناها يوحي الله لما دساتي تو قرن وحكو قرن مبدأ وذا يا أصلوها مع الدين تودي كونفوشيوم ياي إيش هيك كونفوشيا اللي يافل يا وحنو عازي أمزي بقتيا نول بقى دستور قرية بلشدة وقرية في رنيا وحي أمن سين أما يو أقدر جاي يصل كدمنا قال لماذا كانوا كين سنايا حلو يقل وذر الرمادي على العيون عامل على قصيرة حوله دستورك
wax walbo sharciyada islaamka ka hor yimaada wa waxba kama jiraan wax yar markaas oo la ilaa la cuqubata ila bi qaanun qaadigu uma banaano inuu maxkamada markuu joogo wax ku xukumo ila bil qaanun dastuurku wuxuu damaanad qaadayaa xurriyatu al-i'tiqaadi wa makfuula nin walba wuxuu doonaa has rumeeyo hawshu waa maxay ahay sodiga islaam soo hawsha dasaatiirta dhan bay ku qoranta wax idin gooni ama ah dadka masaakiin oo meelahan doofaar intii laga ururiyo iyo carde iyo ii sheeg meelihii wax laga ururin jiray malageed galay jabuuti iyo ayaa waxay inta bay walaceenba war waxaan meel kastay ku qoranta inta bay walaceen oo markaasay caliyada bash ku hayaan war waxaad meel kasta dastuur kastoo adduunka weydiiyo qulyaha maraykan ka yimid maxaa ugu qoran dastuurka maraykan maxaa ku qoran waa dimuqraadiyan aabo u naha ummadday ku laayaan kristan baa ugu qoran waxa la ixtiraamay waa midka asaga laakiin waa erey loogu talagalay in bulshada iyo shacabka lagu seexiyo oo mucaaradka lagaga badbaado xaqiiqaduna waxaan diin ahayn baa dadka lagu maamulaya culumow sheeg baana hor boodaysa weligeed bay ahaydba ha moodina dowladdii aadan cabdullaahi cusmaan ilaa tan farmaajo wixii madax ku soo maro oo dhanba mucaarad bay lahaayeen in yaroo mucaarada iyo wadaadadaba rukusa oo ku mushaaraqaata oo u nacamleeyo oo balaayaa oo ummadda dhaha qabta oo faylashi idan goyna waa jireen weligoodba tiiunba hadda socota farmaajin mucaaradna waa leeya mucaarad hubaysay midan hubaysnaynba intaan hubaysnayn anaa ku jira ama amiiru ah miyaan isfahannay in daba rukusayso taageersanna oo aad iyo aad u badanna ilaa islii daadsan inaad dhexfadhiyana waa laga yaabaay iyaguna way jiraan saa wax u fahma yaan laydan gaadin diinta yaan laydan kaga ciyaarin ilaahayna ka cabsada wixii dardaaran waa inoo berito wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you.